كل المودة والمحبة للشعب الجزائري، واللي ما أمنيش ونفس الشيء، واللي ما أمنش يشوف واش صرا في المغرب نهار اللي دينا لا كوب دافريك في الرباط في الدار البيضاء في وجدة. شعب حبنا ونحبوه، فيه قيادة في ذاك البلاد وقيادة هنا، كانت الأمور ماشية، كانت الأمور ماشية وماشية كما يلزم. ولكن احنا نقول السذاجة، الجزائري لما يعطي كلمته يموت عليها، وكان اللي يعطيك كلمته باش يرقدك وراه يحفر من تحت، ماشي كيف كيف. نعطيك مثال اليوم كيفاه انت دابور كل تتذكروا المأساة اللي وقعت في 63 في هذه وفي هذه، احنا ضربت النفس مع الأشقاء المغاربة على أساس باش ما نزيدوش معاناة للشعب المغربي، عمرها ما وصلت لدرجة المواجهة. هذه كاع العالم يشهد بها باللي رغم كذا والتشنج في المواقف وهذه وهذه وهذه. تفرق بيناتنا قضيتين، قضية فتح الحدود، أنا نقول لك الحدود ممكن تفتح يوم من الأيام، ولكن اعتذر الحدود ما تغلقتش على باب الصحراء الغربية، ما نشوهش الواقع. أنا نتذكر كانوا عندي شبان جامعيين هذاك وين كملوا مشاو يتفسحوا تما ثلاث أيام باش خرجوا، اللي لقاهم يعطيهم اللي كذا، حاشا الشعب، الشعب هو اللي هربهم وحتى خرجهم للحدود. تجي في نهار واحد وقع عندك إعمال إرهابي في مراكش، اللوبي اللي عندك تما تزعزع، تاخذ قرار انت باش تقول انا ما عنديش ارهابيين، الجزائريين هما الارهابيين، وانا ذاك حدود فرنسا مبلع علينا، حدود اخرى مبلع علينا، الطيارات ما تنزلش، تزيد تضرب لي حصار بامر من 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 من, من كذا، ما خلينيش نهضر، انا عارف الخبايا. صبحوا ما يقارب 350 الف جزائري محصورين، حتى مشات لهم بواخر وحافلات، اعتذر بالعقل ونزيد اكثر. انا ذاك الجزائر كانت هي تراس اتحاد المغرب العربي، ما خبروهمش يسمعها في النشره، ونزيدك لتوصل الجزائريين او الاجانب بالاخص فرنسيين ذات اصول جزائريه يطبق عليهم الفيزا، هذه عمرها ما صارت في الاعراف الدبلوماسيه. اذا اقل شيء الاعتذار. حنا انا ذاك يسخنوا في الطبل والجزائر وارهاب، تبع حنا اسمح لي نكمل المغرب لترتيب العلاقات. شوف باش نوضحوا الامور، لان ماهوش غير انت راه ورانا حتى أجيب. ربما اشقاء مغاربه راهم يسمعوا فيكم أجيب. ربما اصدقاء في دول اخرى راهم يسمعوا، باش ما قضيه غلق الحدود ماهيش من اجل الصحراء الغربية، ما عندها حتى صلة بالصحراء الغربية. هذا هو. ماذا تفعل؟ بالعقل. أنا عندي كرامة. سبحان الله. أنا ندوس على الكرامة تاع الجزائر باش لا بالعقل. تاريخ وضح التاريخ باللي أنا لما نسمع أسبوع من بعد وزير داخلية تاع دولة نافذة أوروبية وعندها تواجد تما يقول الجزائر احنا عندنا كل الادله باللي الجزائر ما عندها حتى دخل في الشيء اللي صرا في مراكش، هذوك داروها مغاربه وما اعتذروش، غير كم تقبض عودك تركب فوق عودك والفيزا وما نعرف واش. العلاقات بيناتنا راها الاف السنين، واحد ما يشتمش المسلم. شهاده لله، الشعب المغربي يكن كل المودة والمحبة للشعب الجزائري، واللي ما أمنيش ونفس الشيء، واللي ما أمنش يشوف واش صرا في المغرب نهار اللي دينا لا كوب دافريك في الرباط في الدار البيضاء في وجدة. شعب حبنا ونحبوه، فيه
قياده في ذاك البلاد وقياده هنا. كانت الامور ماشيه، كانت الامور ماشيه وماشيه كما يلزم، ولكن احنا نقول السذاجة، الجزائري لما يعطيك كلمته يموت عليها، وكان اللي يعطيك كلمته باش يرقدك وراه يحفر من تحت، ماشي كيف كيف. نعطيك مثال اليوم كيفاه انت دابور كنت تتذكروا المأساة اللي وقعت في 63 في هادي وفي هادي. حنا ضبط النفس مع الأشقاء المغاربة على أساس باش ما نزيدوش معاناة للشعب المغربي، عمرها ما وصلت لدرجة المواجهة. هادي كاع العالم يشهد بها باللي رغم كذا والتشنج في المواقف وهذه وهذه وهذه. تفرق بيناتنا قضيتين، قضية فتح الحدود، أنا نقول لك الحدود ممكن تفتح يوم من الأيام، ولكن اعتذر، الحدود ما تغلقتش على باب الصحراء الغربية، ما نشوهش الواقع. أنا نتذكر كانوا عندي شبان جامعيين هذاك وين كملوا مشاو يتفسحوا تما ثلاث أيام باش خرجوا، اللي لقاهم يعطيهم اللي كذا، حاشا الشعب، الشعب هو اللي هربهم وحتى خرجهم للحدود. تجي في نهار واحد وقع عندك إعمال إرهابي في مراكش، اللوبي اللي عندك تما تزعزع، تاخذ قرار انت باش تقول انا ما عنديش إرهابيين، الجزائري هما الإرهابيين، وانا ذاك حدود فرنسا مبلع علينا، حدود أخرى مبلع علينا، الطيارات ما تنزلش، تزيد تضرب لي حصار بأمر من 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 كذا، ما خلينيش نهضر، أنا عارف الخبايا. صبحوا ما يقارب 350 ألف جزائري محصورين، حتى مشات لهم بواخر وحافلات، اعتذر بالعقل ونزيد أكثر. أنا ذاك الجزائر كانت هي ترأس اتحاد المغرب العربي، ما خبروهمش يسمعها في النشرة، ونزيدك نتوصل الجزائريين أو الأجانب لخص فرنسيين ذات أصول جزائرية يطبق عليهم الفيزا، هذه عمرها ما صارت في الأعراف الدبلوماسية. إذن أقل شيء الاعتذار. حنا أنا ذاك يسخنوا في الطبل والجزائر وإرهاب، تبعها انا اسمح لي نكمل بالمغرب لترتيب العلاقات. شوف باش نوضحوا الامور، لان ماشي غير انت راه ورانا حتى أجيب. ربما اشقاء مغاربه راهم يسمعوا فيكم أجيب. ربما اصدقاء في دول اخرى راهم يسمعوا، باش ما قضيه غلق الحدود ماهيش من اجل الصحراء الغربيه، ما عندها حتى صله بالصحراء الغربيه. أجيب. هذا هو. ماذا تفعل؟ بالعقل. انا عندي كرامه، سبحان الله، انا ندوس على الكرامه تاع الجزائر باش لا بالعقل. تاريخ وضح تاريخ باللي انا لما نسمع اسبوع من بعد وزير داخليه تاع دوله نافذه اوروبيه وعندها تواجد تما يقول الجزائر احنا عندنا كل الادله باللي الجزائر ما عندها حتى دخل الشيء اللي صرا في مراكش، هذوك داروها مغاربه وما اعتذروش. غير كم تقبض عودك تركب فوق عودك والفيزا وما نعرف واش. العلاقات بيناتنا راها الاف سنين. واحد ما يشتمش المسلم، شهادة لله. الشعب المغربي يكن كل المودة والمحبة للشعب الجزائري. واللي ما امنيش ونفس الشيء. واللي ما امنش يشوف وسرى في المغرب نهار اللي دينا لا كوب دافريك في الرباط في الدار البيضاء في وجده، شعب حبنا ونحبوه، فيه قياده في ذاك البلاد وقياده هنا. كانت الامور ماشيه، كانت الامور ماشيه وماشيه كما يلزم، ولكن احنا نقول السذاجة، الجزائري لما يعطيك كلمته يموت عليها، وكان اللي يعطيك كلمته باش يرقدك وراه يحفر من تحت، ماشي كيف كيف. نعطيك مثال اليوم كيفاه انت
دابور كنت تذكروا المأساة اللي وقعت في 63 في هذه وفي هذه. احنا ضبط النفس مع الأشقاء المغاربة على أساس باش ما نزيدوش معاناة للشعب المغربي، عمرها ما وصلت لدرجة المواجهة. هذه كاع العالم يشهد بها باللي رغم كذا والتشنج في المواقف وهذه وهذه وهذه. تفرق بيناتنا قضيتين، قضية فتح الحدود. أنا نقول لك الحدود ممكن تفتح يوم من الأيام، ولكن اعتذر، الحدود ما تغلقتش على باب الصحراء الغربية، ما نشوهش الواقع. أنا نتذكر كانوا عندي شبان جامعيين هذاك وين كملوا مشاو يتفسحوا تما ثلاث أيام باش خرجوا، اللي لقاهم يعطيهم اللي كذا. حاشا الشعب، الشعب هو اللي هربهم وحتى خرجهم للحدود. تجي في نهار واحد وقع عندك إعمال إرهابي في مراكش، اللوبي اللي عندك تما تزعزع، تاخذ قرار انت باش تقول انا ما عنديش إرهابيين، الجزائريين هما الإرهابيين، وانا ذاك حدود فرنسا مبلع علينا، حدود اخرى مبلع علينا، الطيارات ما تنزلش، تزيد تضرب لي حصار بامر من 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 من, من كذا، وما خلينيش نهضر. انا عارف الخبايا. صبحوا ما يقارب 350 الف جزائري محصورين، حتى مشات لهم بواخر وحافلات. اعتذر بالعقل ونزيد اكثر. انا ذاك الجزائر كانت هي تراس اتحاد المغرب العربي، ما خبروهمش، يسمعها في النشره. ونزيدك نتوصل الجزائريين او الاجانب لاخص فرنسيين ذات اصول جزائريه يطبق عليهم الفيزا، هذه عمرها ما صارت في الاعراف الدبلوماسيه. اذن باقل شيء الاعتذار. احنا انا ذاك يسخنوا في الطبل والجزائر وارهاب تبعها انا. اسمح لي نكمل المغرب اللي ترتب العلاقات. شوف باش نوضحوا الامور، لان ماشي غير انت راه ورانا حتى جيف. ربما اشقاء مغاربه راهم يسمعوا فيكم جيف. ربما اصدقاء في دول اخرى راهم يسمعوا. باش ما قضيه غلق الحدود ماهيش من اجل الصحراء الغربيه، ما عندها حتى صله بالصحراء الغربيه جيف. هذا هو. ماذا تفعل؟ بالعقل. انا عندي كرامه سبحان الله، انا ندوس على الكرامه تاع الجزائر باش لا بالعقل. تاريخ وضح تاريخ باللي انا لما نسمع اسبوع من بعد وزير داخليه تاع دوله نافذه اوروبيه وعندها تواجد تما يقول الجزائر احنا عندنا كل الادله باللي الجزائر ما عندها حتى دخل الشيء اللي صرا في مراكش، هذوك داروها مغاربه وما اعتذروش. غير كم تقبض عودك تركب فوق عودك والفيزا وما نعرف واش. العلاقات بيناتنا راها الاف سنين. واحد ما يشتمش الشهاده لله. الشعب المغربي يكن كل الموده والمحبه للشعب الجزائري. واللي ما امنيش ونفس الشيء. واللي ما امنش يشوف وسرى في المغرب نهار اللي دينا لا كوب دافريك في الرباط في الدار البيضاء في وجده. شعب حبنا ونحبوه، فيه قياده في ديك البلاد وقياده هنا. كانت الامور ماشيه، كانت الامور ماشيه وماشيه كما يلزم. ولكن احنا نقول السذاجه، الجزائري لما يعطيك كلمته يموت عليها، وكان اللي يعطيك كلمته باش يرقدك ورايح حفر من تحت. ماشي كيف كيف. نعطيك مثال اليوم كيفاه انت دابور كنت تذكروا المأساة اللي وقعت في 63 في هذه وفي هذه. احنا ضبط النفس مع الأشقاء المغاربة على أساس باش ما نزيدوش معاناة للشعب المغربي، عمرها ما وصلت لدرجة المواجهة. هذه كاع العالم يشهد بها باللي
رغم كذا والتشنج في المواقف وهذه وهذه وهذه. تفرق بيناتنا قضيتين، قضية فتح الحدود. أنا نقول لك الحدود ممكن تفتح يوم من الأيام، ولكن اعتذر، الحدود ما تغلقتش على باب الصحراء الغربية، ما نشوهش الواقع. أنا نتذكر كانوا عندي شبان جامعيين هذاك وين كملوا مشاو يتفسحوا تما ثلاث أيام باش خرجوا، اللي لقاهم يعطيهم اللي كذا، حاشا الشعب، الشعب هو اللي هربهم وحتى خرجهم للحدود. تجي في نهار واحد وقع عندك إعمال إرهابي في مراكش، اللوبي اللي عندك تما تزعزع، تاخذ قرار انت باش تقول انا ما عنديش إرهابيين، الجزائريين هما الإرهابيين، وانا ذاك حدود فرنسا مبلع علينا، حدود اخرى مبلع علينا، الطيارات ما تنزلش، تزيد تضرب لي حصار بامر من 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 من, من كذا، ما خلينيش نهضر. انا عارف الخبايا، صبحوا ما يقارب 350 الف جزائري محصورين، حتى مشات لهم بواخر وحافلات. اعتذر بالعقل ونزيد اكثر، انا ذاك الجزائر كانت هي تراس اتحاد المغرب العربي، ما خبروهمش، يسمعها في النشره. ونزيدك لتوصل الجزائريين او الاجانب لاخص فرنسيين ذات اصول جزائريه يطبق عليهم الفيزا، هذه عمرها ما صارت في الاعراف الدبلوماسيه. اذن اقل شيء الاعتذار. احنا انا ذاك يسخنوا في الطبل والجزائر وارهاب، تبعها انا اسمح لي نكمل المغرب اللي ترتب العلاقات. شوف باش نوضحوا الامور اللي ماشي انت راه ورانا، حتى ربما اشقاء مغاربه راهم يسمعوا فيكم، ربما اصدقاء في دول اخرى راهم يسمعوا، باش ما قضيه غلق الحدود ماهيش من اجل الصحراء الغربيه، ما عندها حتى صله بالصحراء الغربيه. هذا هو. ماذا تفعل؟ بالعقل. انا عندي كرامه. سبحان الله. انا ندوس على الكرامه تاع الجزائر باش لا بالعقل. تاريخ وضح التاريخ باللي انا لما نسمع اسبوع من بعد وزير داخليه تاع دوله نافدة